خالد يجي يكتب لنا واحد الكلمه متقدمه على المساهمه ديالو في التنسيق ديال هذا النشاط اللي حنا قمنا فيه. سي خالد. لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تحية جمعوية أسسها الإيمان العميق بقضايا الإعاقة ومنطلقها النضال المستمر والالتزام بالترافع الحقيقي حتى تحقق للإعاقة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. لعظيم الشرف أيها الإخوة والأخوات، وباسم أعضاء المجلس الإداري للجمعية أن نرحب بضيوفنا الكرام في إطار فعالية الدورة التكوينية. نتمنى لكم أولا مقاما محمودا بيننا، ونتمنى لأشغال دورتنا التكوينية التوفيق والنجاح. رغم التقدم النسبي الذي عرفه المغرب في مجال حقوق الإنسان، لا تزال الإعاقة تشكل حاجزا حقيقيا للفرد في سبيل انبثاق شخصيته وتطوير إمكانياته والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة. بالرغم من انضمام المغرب إلى دائرة الدول الموقعة على اتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، فواقع الأشخاص في المغرب واقع كارثي ومسود في مجال الصحة، التعليم، التشغيل والولوجيات، إذ أن مشروع القانون المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة المعروض على البرلمان تتعارض مع التزامات المغرب التي تحددها الاتفاقية الدولية، حيث يتم التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وكأنهم محتاجين إلى عمل خيري وليس كمواطنين متساويين، وهم ما جعلهم عرضة للاحتقار والتمييز، حيث أن مشروع القانون لا يضمن حقوقا كاملة للأشخاص في وضعية إعاقة بما في ذلك الحق في التعليم. ويتضمن المشروع في نسخته الحالية مفاهيم قديمة حول الإعاقة وما مهد التعثر، فقد شاركت المنظمات المدنية المهتمة بنمل الفراغ الذي تركته الدولة في هذا المجال عبر تأسيس العديد من الجمعيات المدنية الهادفة إلى النهوض بوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع. ومن بين الجمعيات الجادة والمحترمة بشخص رئيسها عز الدين عز العرب إدريسي، الرجل الطيب، نجد عصبة سرين بالمغرب لخدمة المكفوفين وإعاقة البصر، فلنا كامل الشرف في التعامل والاشتغال معه. وتحية التقدير واحترام السيد عز العرب ولجميع الحضور الكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سي خالد. باش نعطيو واحد النبذة مقتضبة على هذا البرنامج ومناسبة الحضور ديالنا هنا، هو أن الحضور ديالنا في هذه الدورة ديال اليوم كيدخل في واحد الإطار ديال واحد البرنامج اللي تم بشراكة مع أونتيكاب انترناسيونال، واللي ممول من طرف الإمارات ديال المديرية التعاون الدولي للإمارات المغرب. فالبرنامج كيهدف إلى تقوية قدرات النسيج الجمعوي اللي كيعمل بجهة فاس مكناس، وبالتالي الغاية المرجوة هو جعل أن هذا المجتمع المدني يكون عنده واحد دور أساسي، دور فعال السياسات العمومية على الصعيدين المحلي والجهوي، لأن إلا بغينا فعلا نهدفوا لواحد التنمية وبغينا نهدفوا لواحد الدمج فخصنا نطلقوا من المحلي ونمشيو للجهوي وإلى آخره. إذا هذا هو الغاية من البرنامج، ولكن الخصوصية ديالو هو كيتميز على أنه كيتحرك جميع الدورات ديالو مختلف المدن اللي موجودة هنا، ماشي كل المدن ولكن عدد من المدن اللي معروفة اللي كاينه هنا في الجهه، باش يكون فعلا واحد لا ريبريزونتاتيفيتي واحد التمثيليه داخل كل مدينه، يكون واحد النشاط. فتم ديجا تمت جوج دورات تكوينيه، الدوره الاولى اللي كانت على مضامين الاتفاقيه الدوليه والتنميه الدامجه، وكانت التنشيط ديالها من طرف سيمكني وتوربي، وكانت افتتاحه. ثم كانت هناك دورة أخرى اللي كنا مضطرين أن نديروها كذلك في تازة مؤخرا، واللي شاركوا فيها الإخوان، واللي كتعلق بتقنيات جمع المعطيات والعلاقة ديالها مع الاتفاقية الدولية أشخاص ذوي الإعاقة. والآن احنا موجودين في مكناس في موضوع آخر اللي هو موضوع مهم اللي كيتعلق بالترافع وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وكتقلنا اللقاء الاختتامي اللي غادي يكون ان شاء الله مدينه فاس غضون شهر ماي باش نتموا البرنامج ديالنا اللي هو المده ديالو سنه اللي بدا من 1 جويي 2015 اللي غينتهي 30 جوان 2016. فاحنا كنتمناو على ان هذا البرنامج يكون فرصه للتواصل مع جميع الجمعيات اللي موجوده في الجهه، وبالتالي التنسيق والخروج بتوصيات اللي تكون فعالة واللي يمكن فعلا نشعل هذه التكوينات كلها اللي دارت يكون الاستفادة منها باش نحاولوا نطبقوها على أرض الواقع. فما بغيتش أنا نطول بزاف، الغاية هو هي هذه الأساسية، وأنا سعيد جدا لتقديم المكون والمنشط ديالنا في الدورة اللي هو سي سمير التونسي اللي غني عن التعريف، لإنسان اللي خبير كونسلتون في كل ما كيتعلق بالمجتمع المدني وعنده اهتمام كبير بمجال الإعاقة، وكانت عنده مهمات رسمية اللي قام بها اللي يمكن له يزيد يفصل فيها، وحنا جد سعداء بأنه يجي يشرفنا ويساهم معنا في تنشيط هذا الورشة. وباش نبين لكم على ان راه كان من الناس اللي رافقوني في اعداد الورقه النهائيه ديال هذا البرنامج، فغادي نخلي له الكلمه ونتمنى ان شاء الله اللقاء يكون مثمر ونخرجوا بنتائج جد ايجابيه. وكنشكر كذلك في الاخير المصالح الخارجيه اللي كتحضر معنا واللي حتى هي كتكون عندها دور كبير باش تساهم في انجاح هاد الورشة التكوينية، وخاصة تنفيذها على أرض الواقع على من خلال المشاريع اللي كيتقدموا باش تكون دائما بعد الإعاقة يكون كيتحترم داخل هاد المشاريع. وشكرا. تحية لرديف براي والإخوة مكناس. بحقا غادي نقول واحد مختصرة، مرحبا بنا جميعا، يمكن بين الرحم والرحمة، الأمومة، الأبوة، الاتحاد، التعاون، التضامن من أجل الصدى والتحدي، من أجل شخص في وضعية الإعاقة له حقوق ويتمتع بحقوق. بدات نبدا بهاد الكلمات لان بحقها هي اللي جات الصدى ديالها عندي بالنسبه لاسماء ديال الجمعيات ديالكم كاملين وديالكم كحضور. علاش؟ لان كلها كتجسد واحد المجموعه ديال المعاني العميقه واللي ماشي في حقها كتاخذها للشعارات فقط، ولكن كتحاول ما امكن انها تكون على ارض الواقع. وما حضوركم اليوم وتجمعكم اليوم من اجل باش تكون واحد تقويه القدرات النسيج الجمعوي الا دليل ان هاد المعاني ماشي كتبقى غير شعارات، ولكن كتحاول ما امكن تكون واقع من اجل واحد الشخص، من اجل مع ومن اجل شخص قضية الإعاقة. كنتشرف كثير انني نحضر معكم اليوم، لانه حقيقه يمكن ما اشتغلتش كثير في الجهه، ولو في واحد الفتره اللي كنت فيها كمده واحد 8 سنوات اللي اشتغلت في اونديكاب انترناسيونال كمنظمه اللي كتبقى عندي باش نقدر نطلع عن قرب من بعد واحد التجربة ديال شخصية كفاعل جمعوي، كتحول إطار جمعوي باش تحاول تشتغل مثلا في الموضوع ديال الإعاقة، ولكن ما كاين إلا واحد المجموعة ديال الصدى اللي كانت توصل ديال الجهة الإشتغال مثلا في الموضوع ديال الإعاقة، هو كانت أصداء اللي هي غالبا ما كنا كناخذوها كمرجعية، في التعامل مع الموضوع. طبعا ستتحملون كذلك خلال يومين بعض الترسبات اللي عندي شويه كمربي، واحد اكثر من عقدين من الزمن كمدرس، ستتحملون كذلك واحد الجانب ديال فاعل جمعوي اكثر من اطار
الجمعوي باعتبار أنني أشتغل بشكل يهوى أكثر تبادل أكثر من تلقين، فأنا أنتظر كذلك منكم من أجل الترافع باعتبار أن الترافع الغالب أنه استعمل لمدة طويلة، استعمل باعتبار أنه لنقف عند تسمية، ولكن الآن نتجاوز مرحلة لكي نحاول أن نكون أكثر فاعلية، هو أن نستطيع أن نمتلك ميكانيزمات معينة لكي نستطيع أن نخرج المحتوى إلى الواقع، إلى أرض الواقع، ونحاول أن نترافع ليس بالضرورة ضد، ولكن يمكن معه كذلك، ولا بد من معه قبل ضد. غادي نعطي واحد دورة شوية تول دو تابل على أساس على الأقل بنعرف مخيرينها، خصوصا فقط نعرفوا مع بعضنا البعض من خلال انتظارات ديال كل واحد بشكل مقتضب في كلمة أو اثنين، انتظارات اللي يمكن نسجلوها ونحاول ما أمكن نوقفوا عليها في نهاية اليوم، طبعا في نهاية الغد كذلك. نبديتون دو اليمين يا صاحبي. المنتظر من هذه القاعة ولا من هذه الورشة صراحة هو التفاعل الحقيقي، تفاعل لا من أجل أن نتحدث أو أن نتفاعل، ولكن من أجل قضية الإعاقة وفقط. هذا المنتظر. الدفاعي الجمعوي، ما أنتظره من هذه الورشة ومن هذا المنتظر وهو أن نصل إلى خلق نوع من الحوار الذي يؤسس لجوار، هذا الجوار الذي يساعدنا على أن نترافع على قضايا لا مفكر فيها، على قضايا مرتبطة ربما بالسياسة العمومية، ربما تعتبرها قضايا هامشية، والحال أنها قضايا إنسانية تحتاج منا أن نترافع من أجلها، من أجل الوصول إلى وضع اعتباري نرضى عنه جميعا. شكرا. الله الطاهري هو الفاعل الجمعوي. بالنسبة للانتظار ديالي هو طبعا الكثير منا عندهم فكرة على آليات الترافع والميكانيزمات اللي تيمر منها، لذلك باش نحاول نخرجوا واحد الآلية اللي هي أساسية اللي تأدي لها الترافع، اللي تكتسبوا كل المهارات المتعلقة بالترافع تبقى التفعيل ديالو. انا انتظر منها بورصه اننا نفعلوا الترافع واحد التحالف بيننا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد العزيز التقي العلوي، استاذ مكلف بقسم مدمج خاص بفئه الصوم. يعني انا كل ما انتظره من هذه الورشه هو ان نعرف او ان نكتسب اليات للترافع، وان نعلم جهات المخول لها أن تترافع. ليس لكل مخول له أن يترافع، ولكن ينبغي أن نتأطر وأن ننتظم في مؤسسات يخول لها أن تترافع حتى تصل إلى النتائج التي يطمح إليها الجميع. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. للمحور الرئيسي ديال هو الترافع، وملي كنتكلم على الترافع هو آلية يعني لتحقيق عدل، هو آلية من الآليات لتحقيق عدل مجتمعي، وبما أن يعني كنهضرو على الإعاقة يعني كنتمناو باش يكون عدل مجتمعي داخل المجتمع، وما يكونش فرق بين هذا إنسان عنده إعاقة وهذا إنسان ما عندوش إعاقة، يعني يكون واحد عدل. خالد الفزازي، رئيس جمعية أصداء مواطنة للمعاقين الحركين بني منطقة الحجر. بالنسبة لنا احنا كجمعية وكمدينة بني منطقة الحجر، الهدف ديالنا هو استمرار هذا التكوين من أجل تحقيق الأهداف المستقبلية منها الترافع الناجح.
جمعنا مرة أخرى معكم وجود بزاف معرفة. بالنسبة لي أنا هذا الموضوع يعني اللي كنعتبره شوية جديدة ليا، لأن ماشي جديد بالنسبة لي أنا، لأن يمكن إحنا كنتعرفوا بواحد الطريقة يعني عادية، ولكن هذا الموضوع اللي دنا استفزاز المعلومات اللي عندنا وعلي اضطرنا حتى ديك الطريقه ديال التربيه ديالنا او الدفاع بين قوسين على يعني علي يدير استفزاز. انا بالنسبه لي استفزاز المعلومات باش نمشي في المنهج الصحيح. وشكرا جزيلا. عمر الغريبي رفاعي الجمعوي عن جمعيه الرحمه للتنميه الاجتماعي ومجال الكتب والمعاقين واطار وزاره التجهيز والنقل في المكناس. راه حضر بصفتي الجمعوية وبصفة الرسمية الإدارية. الهدف ديالنا من هذا اللي كانت أخوة أننا ناخذوا من هذه الدورة التكوينية، هذه السلسلة من الدورات التكوينية اللي جات بشكل مستسر، هو أولا التحالف من الفكرة الأساسية هي التحالف من أجل التراكع. نكون واحد التحالف معين من أجل الترافع، نتعلموا القواعد الصحيحة للترافع ونحقق واحد نطوروا القدرات ديالنا في هذا المجال هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. فتيحة مدرك فاعلة جمعوية ونشطة حقوقية، نائبة رئيس الوسط المغربي لحقوق الإنسان. وبصراحة هذه وجبة دسمة لجينا نسموها، لان احنا المجال ديالنا هو مجال الاعاقه، هو مجال حقوق الانسان، طرف حقوق الانسان، ولكن حنا كنخدموا بطريقه كي كنقولوا حنا عفويه. يعني ملي مثلا كيجي شي قضيه وشي حاجه كتخرج للميدان، ولكن الان حنا بغينا ان شاء الله تكون عندنا واحد التقنيه ديال الترافع، كيفاش نتواصلوا مع الجمعيات، كيفاش نتواصلوا مع المؤسسات المعنيه بالامر، كيفاش نفهموا الوسائل الضروريه اللي غادي تخول لنا اننا نفتحوا على مؤسسات اخرى في نفس المجال. بغينا ان شاء الله تكون عندنا يعني واحد كم هائل من المعلومات ان شاء الله اللي نقدروا حنا نترافعوا بها ونصحوا المسار ديالنا في هذا الجمع في الترافع. السلام عليكم. السلام عليكم جميعا. الرحيم. نتمنى نخرجوا بتوصيات تمكن الشخص المعاق من الاليات للترافع وكذلك للدفاع على نفسه والغاء النظره التي تعتبره فرد انسان بالدرجه الثانيه، وكذلك الخروج من بالشخص المعاق من تحت الوصايه العدل وتطبيق القوانين التي تمنحه حقوقه وكذلك واجباته. السلام عليكم. الحاج بلعيد جمعية الرحيم. كنتوخر ان شاء الله من التكوين هذا اننا نكتسبوا اليات وميكانيزمات للترافع، الايمان الشديد باللي سوء الترافع او الاخطاء في الترافع كيقدر بغض النظر على شنو الهدف من ذاك الترافع يؤدي لنتيجه عكسيه. كتولي انت في الوقت اللي كان عندك حق واحد الحاجه معينه كتولي كتلعب ضدها. هذه الاولى. الحاجه الثانيه ان الترافع الا كنا حنا كنترافعوا مثلا كامل على واحد الحاجه معينه اللي مشترك بيناتنا، واش خصنا نطبقوا واحد القاعده موحده مثلا معطيات قانونيه شي حاجه، والا الا كل واحد كيترافع من المنطلق ديالو، هذا كيطابق من نقطه الف وهذا كيطابق من باء وهذا كيطابق من جيم، ربما ذاك لا سورس اذا كنت مشتتها الترافع يقدر يجبد. اسامه. السلام عليكم. تحيه جمعيه الاخوه والاخوات، وشكرا على هذه الدوره، يعني استمرار الدورات السابقه. رشيده الجزيري كتبه عامه جمعيه الرحيم بالكناس. الهدف من هاد التكوينات يعني صراحه هو كيدفع للقدام باش يكون نوع من التاطير والتكوين. والهدف من هذه الدوره بالضبط هو جمع شتات كاع الافكار اللي عند الجمعيات اللي كتعلق بالاعاقه. في نفس الوقت حنا كجمعيه ربما عندنا ترافع ولكن ما عندناش تقنيات، ما كناش كنعرفوا تقنيات، ما كناش كنعرفوا كيفاش. الهدف من هذه الدوره بالضبط هو اننا نجمعوا معطيات وطريقه جيده للترافع وسمع الصوت ديال هاد الاشخاص ذوي الاعاقه، وتوحد الرؤيه الشامله لهذه الفئه هذه في هذه الفئه هذه، يعني كما كنقولوا تماسكنا وتفاعلنا كمجتمع مدني. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم.
كذلك سعيد بتواجدكم معنا هذا الورش وهذه الدوره هذه التكوينيه التي يذكرها الاستاذ الفاضل. الحق الذي اثرني من خلال التدخل ديال الاستاذ هو الفكره اللي تراجع معها وليس دائما ضدها. يعني هذه فكره جديده بالنسبه لي انا ومهمه كذلك للسير قدما نحو تحقيق الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه للاشخاص بوضعيه الاعاقه. استاذنا فهاد الموضوع ديال التراجع انا الانتظارات اللي اثر هي كيف السبيل الى التراجع على مستوى قضايا الحقوق والحريه ديال الاشخاص بوضعيه الاعاقه كما هي متعارف عليها دوليا وحقوقيا ودستوريه، وكيفاش نوصلوا بهذا التراجع الى القضايا اللي كتنص عليها الحقوق هذه منها الصحه التشغيل التعليم واحد مجموعه القضايا التي يئن تحت وطأتها الاشخاص بوضعيه الاعاقه. خصنا ضروري نشوفوا السبيل. واش السبيل حيت حنا كجمعيات ومجتمع مدني يكفي فقط توعيه تحسيس الوسطاء ام هناك ادوار اخرى دستوريه وكيفاش خصنا نخدموها باش يمكن نترافعوا ونوصلوا الى المبتغى والا غنبقاو كنديروا دائما بيناتنا داك رجع صدى. انا ما بغيت نتجاوزوا داك رجع صدى اللي كنديروا بيناتنا الا واحد الحوايج اخرى اضافيه اللي هي سميتها الادوار الدستوريه للمجتمع المدني وكيفاش نوازنوا بين هالترافع الادوار الدستوريه جديده لجمعيه المجتمع المدني. وشكرا. السلام عليكم. رضوان الشريف. بالنسبه للانتظارات ديالي عندي انتظار واحد ووحيد وبسيط يتمثل في ادراك اهم تقنيات واليات الترافع وتبليغها واصر على تبليغها لانني وحدي دون الاخر لا اساوي شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن الصغير رئيس الاتحاد المغربي لرياضة الكوفية للعام المصري. في البداية كنشكر جمعية عروسة إبراهيم على حمل هذا المشروع الهام جدا، وكذلك كنشكر الجمعية المغربية وكذلك الأستاذ المغربي وكافة الحضور. الهدف ديالي من حضور هذه الورشة التكوينية أو لقاء تكويني هو أن نتعلم ونستافد شنو هو الترافع، كيفية الترافع، آلية الترافع، كيفاش نتعارفوا، كيفاش نتكتلوا من اجل الدفاع عن قضايا المعاقين لتحقيق الكرامه والحريه والعداله وغيرها. وشكرا. كلمه مليح موظف المكتب ديال التعاون الوطني. بالنسبه لنا حنا للاسف ما حضرناش الدورات اللي كانت سابقه، ولكن الحمد لله زعما بالنسبه لنا حنايا شرفينا اننا نكمل معكم هذه الدورات التكوينيه باش حنا بغينا ننميو هذه القدرات اللي عندنا. بغينا نزيدو نطورو أي حاجة حنا كنعرفوها ممكن أننا نزيدو نطوروها، وحتى حتى اللي محضرش لهاد الدورة التكوينية ممكن أننا حنايا نوصلو ليه هاد التقنية اللي تعلمناها باش أنه كلشي لي يستافد منها سهل تكون عندنا يد واحدة في العالم كامل ونتضامنو بعضياتنا. شكرا. السلام عليكم. فاطمة زهرة لوبان إطار بمديرية التعاون الوطني للناس. أولا كنشكر جمعية رحيم وعصبة براي الدعوة ديالهم لحضور الدورة التكوينية. كما قالت الأخت تمنينا نحضروا للمراحل السابقة، ولكن الحمد لله سنحت لنا الفرصة اليوم أننا نشاركوكم في الدورة التكوينية اليوم. وكنتمنى تكون المشاركة ديالنا فعالة يعني بحكم التجربة المتواضعة ديالنا. انتظارات ديالي هي أولا اكتساب تقنيات الترافع الجديدة، حيث كيف ما قال الأستاذ هي ترافع يعني بدا من شحال هذه يعني لي زاني 80، ولكن مع مرور الوقت يعني التطورات المنهجيات والتقنيات ديال الترافع يعني بغينا نعرفوا شنو هما التقنيات الجديده يعني باش يكون هناك وقع ايجابي واكثر على السياسات الحكوميه وكذلك السلطات التقريريه. وكذلك كنتمنى يعني بالعمل ديالي مع الاخوان يعني في الورشات هاد اليومين اننا يعني نستنبطوا يعني الانتظارات ديالهم من المؤسسات الحكوميه وخصوصا يعني المؤسسه التعاون الوطني اللي كنشتغلوا بها، يعني شنو الانتظارات ديالهم في البعد ديال ادماج الاشخاص بوضعيه اعاقه يعني بدورنا باش حتى حنايا نرفعوا يعني هاد التوصيات وهاد الانتظارات يعني للجهات المختصه للادماج والاخذ بعين الاعتبار هاد البعد هذا يعني في البرامج والاستراتيجيات وال يعني المشاريع المبرمجه. شكرا. السلام عليكم. حبيبي التعاون الوطني مدي عزيزي من الصحه الاجتماعيه في تبع قسم الشؤون الثقافيه بجامعه مكناس.
بالنسبه لي اول مره كنحضر كنشكر بعدا اولا الجمعيات المشاركه والمنظمه للدوره التكوينيه. اول مره كنشارك بالنسبه لي انا غنستفد اكثر ما غنفيد، ولكن كنقول بانه هاد الجمعيات كلهم اللي كيخدموا في هذا الاطار كيخصهم يحضروا القوى ديالهم، كيشطوا في هذا المجال ديال الاشخاص بوضعية اعاقه. كل هذه القوى كيخصها توحد باش تهدف للمساواة الاشخاص بوضعية اعاقه مع الاشخاص العاديين، باش يكون الايماج ديالهم في المجتمع ككل. شكرا. السلام عليكم، تنشكركم وتنشكر بالخصوص عز العراق على المجهود القيم اللي تيديرنا وتيجمعنا وتيتعب من اجل باش ينظم هذا الملتقى. تنشكرو بزاف على جمعية التضامن وإدماج الصوم، ولقيا واحد الصعوبة لحقاش معايا واحد الصوم وراه ما تيمكنليش نوصلو بزاف المعلومات. دابا اللي تنطلب منكم بان عافاكم الله يعطيكم مثلا كان شي مترجم هنا غي يعاونني باش نفهملو شويه. وتنشكركم بزاف بقاش لقيت صعوبه كل ساعه شنو راه صعوبه. وشكرا. بالنسبه للخطه اصلا إذا سمحتوا لي تفضل. السلام عليكم، سعيد لله جميعا بالصوت. سمعت على روحي ديالنا نحتس واحد هدف واحد هو بالنسبة للأشخاص من الإعاقة الحق الحق بالنسبة للتعليم في التكوين، يعني في ميدان الشغل. هذا هو الهاجس اللي حنا تنتقطو فيه، هو هذا المشكل بالنسبه لنا، هو المشكل الوحيد، وهو بالنسبه للحق في التكوين وفي التعليم. جمعية رحيل اللي منظمة هذه الدورة، أنا رئيسة جمعية سنة الكافي في مدينة فاس، ما حضرناش الدورات السابقة. وحاليا عتبنا هذه الدورة كتقدم عاد شي برنامج كيهضر على الترافق، الانتظارات ديالنا من الترافق هو اكتساب مهارات آلية لأجل تغيير وضعية المعاق بصفة عامة بجميع الأنواع ديالو، لأن كاينة مجموعة من الشعارات تطلق منذ الوطني للمعاق واليوم العالمي للمعاق، لكن على أرضية الواقع لا يوجد أي شيء، مجرد شعارات فقط. السياسات العمومية كتاخذ المعاق كذريعة كتحط انها غتخدم المعاق، وفي التالي ملي كنجيو نشوفو في ارضية الواقع ما كيتفعل حتى شي حاجة، لا اتفاقيات دولية ولا قوانين، ما كتنزلش النصوص التنظيمية والنصوص الججرية لاجل تفعيل هاد القوانين. اذا اللي كنتظرو هو التكتل والعمل بواحد القوة لاجل تفعيل هاد القوانين والنصوص، ولاجل خلق قوانين وحدة اخرى اللي ربما ما جاتش في القوانين اللي راها كاينه حاليا، اللي كتحث على ان المعاق يتمتع حتى هو بحال سائر الناس بجميع الحقوق. انا مثلا هو اذا سمحتي من خلال الكلمه ديال كل واحد كنحاول ناخذ واحد هو الصدى ديال واضح زعما تغيير فعلي بالنسبه لك هذا هو المنطلق، ماشي على الورق فقط ماشي النصوص. شكرا لك. تفضل. السنه الثانيه مساعده شبائيه ومتدربه بجمعيه سنه الكفيف مع الاستاذه بشرى عابد. الهدف هو اكتساب تقنية ومهارة كيفية التعامل مع الشخص المعاق، وإلى أي حد يمكن مساعدته ودمجه في المجتمع من أجل الحصول على الاكتفاء الذاتي. وشكرا. جنود الخفاء كما قال الأستاذ يعني في السابق، جنود الخفاء اللي يعني كيساهموا في إنجاح مثل هذه الدورات. برأي الماضي جمعية التواصل للاحتياجات الخاصة بمدينة سبرو
يعني بالنسبة لنا احنا كتجمعية كنعرفو مجموعة ديال الاصطدامات مع مجموعة ديال المؤسسات، خصوصا المؤسسات اللي كتهتم وكتعنى بهذه الفئة الاجتماعية. يعني بالنسبة لنا الانتظارات وهي كسب مهارات وتقوية القدرات من أجل الترفع، لأن كما جات يعني في تقديم الجلسات أن ربما أن نكونوا حنا غلطين، لأن الترفع دائما شيء ضد، ولكن ربما مع كما قال الأستاذ كذلك، يعني بالنسبة لنا يعني الانتظار ديالنا هو تصحيح هذا المفهوم ديال الترفع. المدينه اللي حنا موجودين فيها، يعني على هذا الشيء علاش حنا بحال دابا في تازه كانوا كيحضروا معنا الناس تازه، جينا مكناس اذا عيطنا الناس ديال مكناس، فاس عاودنا نعيطوا الناس فاس. هذه المساله الاولى. والمساله الثانيه هي ان حنا اعتمدنا في واحد المساله ان الناس اللي تكونوا معنا في الاول بغيناهم على اساس انهم حتى هما داروا توصيه ان الناس الاغلبيه اللي حضر معنا في الاول يمشي معنا مع لو بروسيسوس ديال لي ديفيرونت ايتاب سويف توت لي ديفيرونت ايتاب ديال لو سيكل سي جوست بهاد. ونسى الله يخليك سمح لها سي سمير ان ما قدمتش الشكر للاعلام لان حتى هو اساسي، كنشكرهم بهذه المناسبه. إذن حول أهمية هذا اللقاء المشاركين يعني والأهداف وشنو هي الصعوبات يعني والمقترحات لتجاوز بعض الصعوبات التي تجدونها يعني من خلال تمرير الخطاب، وكذلك نود معرفة أهمية مسألة الترافع، هذا المصطلح اللي هو عميق ويعني وكيلقاو بعض الأخوان من خلال الكلمات ديالهم كيلقاو صعوبات من تحقيق ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. هي في الحقيقة البرنامج كيف شنالو فهو عنده واحد تسلسل عبر مجموعة دورات، وداك الدورات هي اللي أدت بنا لهذه الدورة ديال الترافع، لأن ما يمكنش نتكلموا على ترافع إلا ما دزناش من مراحل ديال تأهيل وإعادة تأهيل وتكوين في الأشياء الأساسية كمضامين الاتفاقية الدولية، كمفهوم التنمية الدامجة، كالأهداف اللي حنا كنسعى وراءها. وبالتالي على أن الترافع بحال اللي خصنا نعرفوا على أننا حنا خصنا نكسبوا آليات باش نعملوا مع الآخر، مع الناس المسؤولين على السياسة العمومية، مع الناس المنتخبين، مع المصالح الخارجية، يعني نتعاملوا معهم ونسعوا لهم الأمور ونضحوا لهم شنو هي الرؤية ديالنا وشنو هي الأهداف ديالنا. والغاية هي غاية واحدة، هي إدماج الجميع داخل التنمية اللي كتشمل الجميع. الآن أنتم الآن في هذه الورشة هذه، في هذا اللقاء هذا الهام اللي كيجمع يعني العديد من الجمعيات، سواء بالجهه ديال فاس مكناس، كذلك بالاقاليم ديالها اللي تابعه لها، وكذلك جمعيات خارج الجهه. اذا ما هي المحطه الاخرى يعني بالنسبه للبرنامج ديالكم ان شاء الله؟ اذا حنا وصلنا يعني لمجموع الدورات اللي حددناهم في البرنامج واللي هو المده ديال سنه، هذه اخر دوره في التكوين. ولكن اللي مهم هو اللقاء المقبل اللي غادي يكون خلال شهر ماي في فاس كلقاء اختتامي، ولكن الغايه ديالو هو يعني قيام بواحد تقييم شامل لهذه الدوره التكوينيه والاهميه ديالها، وشنو هي الافاق اللي يمكننا نخرجوا بها في الجهه باش يمكننا فعلا نكونوا واحد ربما واحد اللجينه ولا واحد اللجنه ولا واحد التحالف اللي يمكن له فعلا يكون فاعل ويمكن يعمل بجانب المسؤولين على صعيد الجهه باش يمكن تحسين الوضعيه الاجتماعيه والاقتصاديه للاشخاص في وضعيه اعاقه في هذه المنطقه، خصوصا وعلى ان هذه المنطقه فيها 4 مليون ديال السكان وكتضم تقريبا 200 الف شخص معاق. إذن حول هذا اللقاء يعني لابد أن يكون له جهة منظمة على الأقل، أو هناك شراكات في هذا اللقاء لتوضيح هذا الأمر. معنا السيد عز العرب الإدريسي رئيس جمعية عصبة فرال. فعلا هذا البرنامج بحال اللي شرت له فهو بشراكة مع فيدرالية أوندي كابيتا ناسيونال وبتمويل مع المديرية الدولية لإمارات موناكو، وكنعملوا واحد القضية هي أننا بما أن احنا موجودين في تازة في كل مرحلة اللي غادي نديروا ننظموا فيها دورات كوينية في مدينة كمثلا مدينة مكناس، نسقنا مع جمعية في مدينة مكناس، وبالنسبة لفاس غادي نسقوا بجمعية مع جمعية في مدينة فاس باش يتم الإنجاح إن شاء الله ديال هذا البرنامج.
للختم يعني مدة هذا التكوين وعدد المشاركين والجهات التي الرسمية التي حضرت معكم هذا الافتتاح؟ بالنسبة لمدة التكوين فهو بدأ في فاتح يونيو 2015 وغادي يتم فاتح يوليو 2015 وغادي يتم في 30 يونيو 2016. بالنسبة لعدد الجمعيات فالجمعيات ممتلة مختلف المدن ديال الجهة، ممتلة كذلك بجميع الإعاقات كل الإعاقات، وكذلك كاين هناك مناصفة بين الرجال والنساء اللي كيحضروا معنا. بالنسبة للمصالح فهناك عدة مصالح خارجية كالتعاون الوطني كالتجهيز، كذلك هناك مجالس منتخبة كالجماعات، فهم حضروا معنا في جميع الدورات. إذن نتمنى لهذا اللقاء لكل النجاح وأن يخرج بتوصيات في صالح الجميع. شكرا لك. اللقاء. إذن لكم الكلمة الصفة ويعني وحول اللقاء. أحمد صالح عن جمعية الرحيم لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء اللي كنتسقوا فيه مع الإخوان ديال عصبة برايل بمدينة مكناس جاء في إطار تقوية القدرات ديال الأشخاص في وضعية إعاقة على واحد الموضوع كيتعلق بالترافع. هذا يعني هذه الدورة يعني المسائل اللي بغات تخرج بها هي كيف يترافع الأشخاص بوضعية إعاقة على مستوى الصحي، على مستوى ديال التشغيل، على مستوى ديال التعليم، كما هي متعارف عليها دوليا من خلال حقوق ديال الإنسان. إذن من طبيعة الحال أن المشاركة سوف تكون كما جاء على لسان البعض دسمة نظرا لأهمية الموضوع. عندما يطرح مصطلح الترافع وكأننا يعني داخل محكمة، داخل يعني قضية، يعني لتعريف من المزيد واستعمال هذا المصطلح. نعم، لا 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 علاقة، يعني الموضوع ديال الترافع ما عندوش علاقة بمحكمة، ما عندوش علاقة بمحامي، ما عندوش علاقة بالعكس. إذن يعني أن الأشخاص في وضعية إعاقة يعني في هذه الدورة هذه سيكتسبون مهارات وتقنيات للترافع، لصياغة، للتواصل، للتعارف، للتأثير على مراكز ديال القرار محليا وجهويا لإحقاق هذه الحريات والحقوق ديال الأشخاص في وضعية إعاقة. وأنا من خلال الدورة اللي شاركت فيها يعني أنا المؤطر بالمناسبة يعني قال لك هذاك الترافع ماشي هو دائما تيكون ضد وماشي دائما تيكون مع، فقط نترافع من أجل ديك الحقوق اللي هي متعارف عليها دوليا وحقوقيا ودستوريا، كيف نوصلها إلى الجهات التي نتعامل معها خاصة القطاعات الحكومية والجهوية ولا المحلية، وكيفاش يعني نتواصلوا مع هذه القطاعات هذه باش على الأقل نبسطوا ونسهلوا عملية الولوج إلى الصحة، إلى التشغيل، إلى التعليم، إلى الفن. أنا واحد المسألة بغيت نشير لها هنايا، لأن الأشخاص وضعية إعاقة الآن أصبحوا يترافعون حتى في المجال ديال الفني، حتى في مجال ديال السينما. تيقول لك أن الممثلين، الأشخاص الممثلين يعني أنهم ما خصهمش يديروا الأدوار هما، فإذا كان عندهم شي دور كيتعلق بالإعاقة يشوف شي شخص من الأشخاص وضعية إعاقة هو اللي يقوم بذاك الدور. إذن نتمنى للقائكم كل التوفيق ونحن معكم وسنظل معكم. إذن وشكرا لكم بالمناسبة الإعلام بعدا، ولكن بغيت نوجه واحد الرسالة اللي كنشكروا الإعلام المحلي والجهوي على المواكبة ديالو لهاد الأنشطة ولهاد الدورات التكوينية. إذن شكرا لجميع الزملاء الصحفيين بمدينة مكناس وبالمملكة، شكرا لكم، في أمان الله. تبارك الله عليك.